مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. كيف الجمع في الأخذ بالأسباب في انتشار الأمراض مثل الطاعون وغيرها؟ يقول والأبحاث الحديثة تؤكد أنها إذا توافرت البيئة المناسبة للفيروسات فإنها ستنتشر. يقول هل يعد التحرز من التشاؤم؟ لا، ما هو التشاؤم. الأمراض لها أسباب، لها أسباب في البيئة، لها أسباب في الجو، لها أسباب في المخالطة، لها أسباب، ما في شك. نعم.